السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بزاف ديال الناس منكم البارح فاش شافوا صوره الاحتفالات ديال بلوز تشيلسي بعد الوصول ديالهم لنهائي دوري ابطال اوروبا على حساب الميرينغي ريال مدريد، وما بانش لهم الساحر حكيم زياش كيحتفل معاهم. وهنا كثرت بزاف ديال التساؤلات والقيل والقال حول السبب الرئيسي اللي خلاه يكون بعيد عن الاحتفالات مع الفريق ديالو، ولكن الحقيقه هي هذه: حرم فحص المنشطات على لاعب الاسود نشوه الاحتفال مع زملائه داخل مستودع ملابس البلوز وفق الصورة الجماعية التي عرفت غيابه إلى جانب العميد الفريق سيزار أسبيليكويتا، حيث كان في تلك الأثناء يخضعان لبروتوكول منشطات تابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. يعني إلا ركزنا مزيان في الصورة غادي نلقاو أيضا حتى العميد سيزار أسبيليكويتا ما كاينش، لأن الاتحاد الأوروبي في كل مباراة كياخذ جوج ديال اللاعبين وكيختارهم عشوائيين باش يديروا لهم فحص المنشطات، هكاك علاش كان غائب حكيم زياش مع الفريق ديالو في الاحتفالات داخل غرفة الملابس. وللأسف بعض الحاقدين على الساحر حكيم زياش استغلوا هذا الموضوع بتعاليق تافهة مثل زياش دك حتى في الصور و و و إلى آخره. ولكن العيب ماشي منهم، العيب من داك السرطان ديال طوخيل اللي ما فهمتش شنو بغى من زياش. لكن تعاقلي في مباراة الذهاب طوخيل قال لك بأنه ارتكب خطأ كبير فاش ما شاركش حكيم زياش في مباراة كأساسي. هذا أوحى لينا كمتتبعين أنه غادي يشاركوا في مباراة الإياب، ولكن المفاجأة للأسف كما شفنا خلاه ثلاجه. بل اكثر من هذا دخلوا حتى الدقيقه 89 باش يحطموا نفسانيا، وكما كنقولوا لبنت المعنى فلا فائده في التكرار وزياش معه الله. وهذا كان فيديو توضيحي، وكيف العاده كنسيل الحماس ديالكم في التعليقات، وكان معكم اسلام ومع السلامه.